الرجل توسعي أكثر بينما المرأة بناءة أكثر. لذلك تشوفي المرأة ما تحب تهدم. صح. الرجل ما عنده مشكلة أنه يسرح برا بينما المرأة لا ما عندها هذه. والله دولار يعني. الطرفين انه يحاولوا انه هذه الجذوه بين فتره والثانيه انه ينفخوا فيها شويه هواء بحيث انه تشتعل مره ثانيه، يغيروا من اهتماماتهم، يلاحظوا انه احنا مع السن مع الضغوطات الاجتماعيه والماديه اشياء كثيره تتغير في حياتنا.